السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نوري الاخوات كيفاش يديروا واحد الحاشيه بالموزون من اسهل ما يكون ومن ابسط ما يكون. وش وحده يلاه بدات كتعلم، راه متاكده بانها غتعرف دير هذا الدرس هذا. غنحتاجوا دائما الكروشي، عندنا النمره 12 انا باش كنخدم، وانتم الا كتخدموا بالرقم 10 او 11 كيجيكم مزيان ما تغيروهش. وغنحتاجوا هنايا عندنا الموزون، عندنا هنايا في البلومارين كما كتشوفوا الالوان كتبقى حسب الرغبه، كل واحد يدير اللون اللي عجبه. كما شفتوا هذا النوع الممتاز حتى هو ديال الموزونه، انا راه سبق ليا وخشيته هنايا في الحرير ديالي كما كتشوفوا. بالنسبه لهذه الطريقه كيفاش كنخشي الموزونه في الحرير ديالي راه سبق ليا ودرت ليه فيديو خاص، غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه الى كنتو بغيتو تخدموكم كامل، تقريبا نخشي واحد الكميه كبيره بالقياس اللي غتخدم لكم الكمل كامل، باش ما تبقاوش كل مره تقطعوا الخيط وكتبقى ديك الحزمه كتجينا باينه في الموزون، العكس ملي كتكون في العقيق راه حنا كندفنوها وسط العقيقه ما كتبانش. تابعوا معايا دابا ان شاء الله كيفاش غنخدم هذه الحاشيه هذه. من بعد ما كنكونوا دوزنا غرزه حشو كنحزموا الخيط. والفكره ديال الموزون، انا الطريقه ديالي باش كنخدموا الموزون دائما كندور الخدمه ديالي بحال الا كان هذا هو الكم ديالنا، كندوزو في غرزه حشو عادي، من بعد كندورو كنخدموه من الداخل. علاش؟ باش الداخل كيجينا نقي ومن برا هنا كتجينا الخدمه نقيه، اذا كنكونوا حنا مستافدين، الوجه ديالنا كيجي زوين وفي الظهر عاوتاني كيجي زوين. دابا من بعد ما حزمنا دائما فوق الحزمه كنديرو غرزه حشو باش ديك الحزمه تخفى لينا، ونديرو عاوتاني غرزه حشو حداها. دابا غنديرو واحد جوج جوج سلسلات وغنديرو عمود على هذا الشكل هذا، احنا درنا عمود. دابا غندوز واحد الكميه ديال الموزون، كما تعودتوا معايا كندوزو غير واحد الكميه اللي بسيطه تكون قريبه ليدينا على هذا الشكل هذا، باش ما يبقاش الخيط يتشنتف لينا كنخليو غير ديك الكميه بسيطه باش كنقدروا نتحكموا فيها على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم راه الموزون كيجي شويه صعيب في الخدمه، ولكن الا تعودتوا عليه راه كيولي ساهل من اسهل ما يكون. دابا حنا لويناه، دابا دوزنا درنا ديك غرزه عمود، غنجيبو موزونه ونسدو عليها بواحد السلسله وغنلويو الخيط ديالنا، غنقزو غرزه حشو وغنديرو غرزه عمود في غرزه حشو اللي حداها على هذا الشكل هذا. عاوتاني غنجيب موزونه، هذا بالنسبه للسطر الاول، غنجيب موزونه هنا ونسد عليها سلسله وغنلوي الخيط على الكروشي وغنقز غرزه حشو وغنمشي لغرزه حشو اللي حداها وغندير فيها حتى هي عمود، غنجيب عاوتاني موزونه على هذا الشكل هذا، غندير نسد على ديك الموزونه بسلسله، غنلوي الخيط على الكروشي، غادي نقز غرزه حشو غنمشي لغرزه حشو اللي حداها، غنعاود عاوتاني غنجيب موزونه غنسد عليها بسلسله وغنعاود عاوتاني نقز غرزه حشو ونشد في الثانيه. دائما مور العمود مباشره غنسد على ديك الموزونه بسلسله وغادي نمشي نقز غرزه حشو وغنمشي لغرزه حشو الثانيه. عاوتاني غادي نجيب موزونه غنسد عليها بسلسله وغنقز غرزه حشو وغنمشي لغرزه حشو الثانيه ندير فوق منها عمود. علاش قلت لكم انا كنفضل نخدم الموزون من الظهر؟ ها انتم تشوفوا الوجه ديالو كيفاش كيجي، كتجي خدمه نقيه، الخدمه ديالنا كتجي نقيه متقونه ومتوله، وفي نفس الوقت الظهر ديالو هكا كيفاش كيجي. نتوما بغيتو تجربوه تخدموه في الوجه ديالو راه غتلقاو فيه الديفويات، جربوه ديك الساعه غتقتنعوا بهذه الفكره اللي انا كنعطيكم. انا ما كنعطيكم فكره حتى كنكون خدمتها وخدمتها، كنعطيكم الحاجه اللي كتكون مجربه اكيده 100% باش بلا ما تتعذبوا تاخذوا الفكره صحيحه. دائما غرزه عمود وغادين نشدو غير موزونه ونسدو عليها بسلسله ونخليو عاوتاني دائما غرزه حشو وغنمشي لغرزه حشو الثانيه عاوتاني، ونجيب عاوتاني موزونه نسد عليها بسلسله ونجي عاوتاني هنا نخلي غرزه حشو ونمشي لغرزه حشو الثانيه. دائما العمود كتبعو عفوا موزونه كنسد عليها بسلسله
خلي غرزة حشو ومشي لغرزة حشو ثانية. دائما ملي كنخدم عاوتاني هذا العمود كنجيب موزونة كنسد عليها بسلسلة وكنخلي غرزة حشو وغنمشي لغرزة حشو ثانية. عاوتاني غنسد على الموزونة بسلسلة ونخلي غرزة حشو الاولى وغنشد في الثانية. الخدمة ديالنا ها هي بدات كتوضح. نتوما ممكن تكتفيو بهذا السطر هذا تخليه غير بوحدو، بغيتو تزيدو السطر الثاني تزيدوه، كتبقى داكشي حسب الذوق ديالكم. انا غنزيد نكمل هادو اللي بقاو في يديا ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نديرو السطر الثاني. ها نتوما السطر الاول احنا كملناه، هذاك هو الشكل ديالو. كما قلت لكم نتوما اللي بغيتو تكتفيو بهذا تكتفيو، وانا غنوريكم عاوتاني كيفاش نديرو السطر الثاني. دائما الخدمه من الظهر. رجعت عاوتاني هنا وحزمت الخيط. نتوما ملي كتكونوا كتخدموا الكول اولا القب ما غتحزموش الخيط، غتبقاو غاديين دايرين. من حدا الحزمه غنجيو غنديروا غرزه حشو على هذا الشكل هذا، وغندير واحد جوج هنا فين غادي نجيو هذيك الواحد السلسله داك الفراغ اللي كيبقى لينا غنرجعوا غنديروا فيه عمود على هذا الشكل هذا. دابا عاوتاني غنقربوا، عندنا واحد الكميه ديال الموزون كما قلت لكم باش الخيط ما يبقاش يتشنتف لينا ونقدروا نتحكموا في هذه الكميه اللي غنقربوا حدا يدينا. دائما مر العمود غنديروا موزونه غادي نسدوا عليها سلسله وغنلويو الخيط وغنجيو هنا في هذيك السلسله اللي كتكون وغنديروا فيها حتى هي عمود على هذا الشكل هذا. ها هو درنا عاوتاني العمود، غنجيبو موزونه، انا كنحاول نشرح بشويه باش تفهموني، نسدو عليها بسلسله. غنجيو دائما في هذيك السلسله اللي كتكون بقات لينا غنديرو فيها عمود على هذا الشكل هذا. غنجيبو عاوتاني هنا عقيق موزونه نسدو عليها بسلسله، ودائما في هذا الفراغ هذا غنديرو فيه عمود. هنا الى قلبتوا الخدمه ديالكم، نحاول نحيد هذا الكروشي باش نوريكم. هنا ملي كتكونوا كتخدموا في الظهر راه الموزون عارف كيمشي مباشره لبلاصتو، ما تحتاجوش تضربوا تمر وتبقوا تقادوا بيديكم، حاولوا غير تقادوا بحالك غير تميلوه واحد شويه، هو كيمشي مباشره كيتقاد في بلاصتو كما انتم بغيتوا. داكشي اللي قلت لكم الخدمه من الظهر كتسهل علينا الماموريه ديالنا وكنخدموا بكل سهوله. نزيدو عاوتاني نخدموا واحد شويه باش تفهموني. دائما ملي كنديروا العمود كنجيبوا واحد الموزونه ونسدوا عليها بسلسله ونلويو الخيط على الكروشي، وغنجيو هنا فهاديك السلسله اللي درنا غادي نديروا فيها عمود على هذا الشكل هذا. هنا هاد اليد هذه اللي كتبقى لنا كنحاولوا نخليو الموزون مايل على جهته. درنا دابا عمود، غنسدو على ديك الموزونه بسلسله، غنجيو عاوتاني لهاد السلسله اللي حنا خلينا وغادي نديرو فيها عمود. نتوما حنا كنخدمو نتوما راه كتشوفو هاد الموزون راه كيجي مساتف كيتقاد حتى هو كيما كيجي داك السطر الاول مقاد. دائما مور العمود كنسدو بسلسله وغادي نديرو عاوتاني هنا عمود على هذا الشكل هذا. عاوتاني مر العمود نسدو على موزونه بسلسله ونجيو عاوتاني في السطر اللي حداها كنديرو في هذه السلسله عفوا وكنديرو فيها عمود. من بعد العمود دائما كنسدو على الموزونه بسلسله. طريقه سهله 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 وبسيطه. صافي حنا غنبقاو غاديين هكا مستمرين. كما شفتوا ها هي هنا الخدمه ديالها، هي كتجي كما قلت لكم كتجي مقاده زوينه بسيطه سهله. صافي حنا غنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا السطر ديالنا وتشوفوا الشكل ديالو النهائي. من بعد ما كملنا ها هي كتشوفوا الظهر ديالو مفيني رائع وهالوجه ديالو شي حاجه كتجي هي مقاده بوحدها، ما تحتاجوش نتوما تقادوها كما كتشوفوها. هي واخا ديو تصلحوه اولا هذا ها ما كتبرك عليه كيبقى في جهه وحده ما يمكنش ليه يتعوج نهائيا. هنا درت لكم غير بلون واحد جوج سطوره، نتوما عندكم اختيار ديروا كل سطر بلون اولا كل جوج موزونات بلون.
كيبقى عندكم هذاك الاختيار ديالكم. المهم هي الفكره، خذوا غير الفكره وكل وحده طبقها كما بغات. وكما كنقول لكم دائما تبارك الله على العيالات المغربيات، راه غير كيشوفوا شي حاجه تبارك الله كيبدعوا تبارك الله عليهم. كنتمنى هاد الحاشيه اولا الفكره ان شاء الله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وكما كنقول لكم اشتركوا في الجروب ديالنا في الفيسبوك، لان اي حاجه جديده كنحطها في الفيسبوك اولا. وكنوجه تحيه خاصه على الجروب اللي معايا في الفيسبوك. كما قلت لكم اي حاجه جديده كنحطها في الفيسبوك اولا، عاد من بعد كندير لها فيديو خاص في اليوتيوب. داكشي علاش نضموا المجموعه ديالنا في الفيسبوك. وما تنساش الرقم ديال الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف. بسلام عليكم.